السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع السواق، مع التحية. راح ناخذ فكرة بسيطة ومهمة جدا لدى المتدرب اللي توه بيحصل على رخصة، ولا اللي توه مجتاز الامتحان وقليل الخبرة. في أمور راح أسويها على هي التعليق أثناء السياقة، كومنتري مأخوذ من الكومنت، على هو أي شيء تسويه راح تتكلم فيه. يعطيني الأمر المدرب أو الممتحن، بروح يمين على طول، أرقي المراية وأعطي المؤشر وأتكلم اللي أسويه، أطبق اللي أسويه، إني بروح جهة اليمين، أمسك المسار الأيمن، أكشف الدوار جهة اليسار، ما في سيارات، والخروج بهدوء، وأزيد سرعتي تدريجيا مع زيادة السرعة حسب الشارع وحسب الطريق. يدي وإن شابه عقارب الساعة، مصدر من مصادر الخطر، أقطع البنزين وأتكلم وأطبق العملية وهو قطع البترول. مصدر مصادر خطر كما ذكرنا الإشارة الضوئية، الدوار بيجيني بروح جهة اليسار أو رجوع عكسي، فروح أطلع المراية وأعطي المؤشر 3 ثواني وأنا في نفس المسار، وتأكد من عدم وجود سيارات وانتقل إلى المسار المناسب إلى وهو الأيسر، أقطع البترول وابتدي بتخفيف السرعة بهدوء وعدم الاستعجال، أخفف سرعتي وأنا رايح بهدوء، أكشف الدوار جهة اليسار، أتأكد قبل لا أخرج وأتأكد من السيارة اللي أمامي في سيارات على الجانب الأيسر، تأكدت أن خلو الطريق من الأمام أقدر أخرج، أموري طيبة. ما زال المؤشر جهة اليسار شغال، أبقى في نفس المسار، ما أغير مساري تدريجيا مع الفتح شوي شوي على اليمين، معطى المؤشر جهة اليمين، أعطي المؤشر جهة اليمين وأنا رايحة، يدي على المقود ما يشابه عقارب الساعة 2:30 أو 9:30. الشارع سرعته 80، أتغير بسرعة الشارع أو أقل، أطلع المراية وأنا أطبق اللي أقوله، أقطع البنزين لأنه مصادر الخطر. هذه الأشياء أطبقها راح يساعدني في مجال السياقة في تطوير نفسي أولا وتطوير سياقتي. الدوار جاييني، أقطع البنزين وابتدي بتخفيف السرعة مع كشف الشارع، المراقبة والتخطيط، كشفت الشارع ساكت عني الممتحن، راح أروح سيدة بهدوء واكشف المراقبة، كشفت الشارع، الأمور طيبة، واروح بهدوء في الدوار مع إشعال المؤشر جهة اليمين للخروج من الدوار، وأنا رايحة وانتي السائقة بهدوء. أتمنى الأخوات الأفاضل من السعودية أو غير ذلك المبتدئين الاستفادة من هاي الفيديو، لأنه فعلا مهم جدا. مع تحياتي لكم، عبد الخالق الخاجة.